مساء الخير ب4 ديسمبر 2017 اليوم الاثنين وبتجدد اللقاء مباشرة على الهواء شو بالبلد للعشرة مجموعة من المواضيع حاملين معنا لهذا المساء رح نطرقها ورح نتوسع فيها مواضيع لها علاقة بالرأي العام الفلسطيني بالداخل. البداية طبعا مع الخبر يلي شكل ضجة كتير كبيرة هذا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في كل الصحف العربية والعالمية، كل ما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أفيف إلى القدس، الأمر يلي أثار زوبعة لدى الشعب الفلسطيني ولدى الرأي العام الفلسطيني وأيضا الإعلام هناك والمسؤولين الفلسطينيين يلي برروا هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تصريح مستفز ومن شأنه أن يعرقل كل ما يتعلق بعملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني. هاي الخطوة طبعا أو هذا الموضوع يلي سمعناه مرارا وتكرارا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في أمريكا، بدأنا نسمع هاي السيناريوهات حول ما يتعلق بنقل السفارة من تل أفيف إلى القدس، ولكن متوقع أن يتم نشر قرار يوم الاثنين المقبل بشأن نقل السفارة، وبذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع رح نتحدث فيها مع النائب دكتور يوسف جبارين، النائب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيسة. مساء الخير دكتور جبارين. مساء الخير فادي وللمشاهدين. يعني دكتور، يعني اليوم منذ ساعات الصباح نستمع إلى ردود أفعال فلسطينية غاضبة بشأن هذا الموضوع وهذا التصريح والخطوات يلي بدأت تكون جدية أكثر من السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة من تل أفيف إلى القدس. تعليقك بداية حول هذا الموضوع. نعم، لا شك أن الغضب يعني الفلسطيني والغضب العربي تجاه مثل هذه الخطوة إذا تم فعلا تنفيذها هو يعني غضب ليس فقط أنه مفهوم وأيضا يعني يعبر عن خطورة مثل هذا الموقف الأمريكي. من المهم التوضيح بأن بمثل هذا القرار إذا ما تم فعلا تنفيذه يعني هنالك تناقض كبير، يعني اولا مع الشرعية الدولية بكل ما يتعلق بالموقف القانوني، موقف القانون الدولي من مكانة القدس، ولكن ايضا مع الاجماع الدولي الذي كان طوال سنوات طويلة منذ احتلال 67 حول يعني مكانة القدس، حول المكانة الخاصة التي تتمتع بها هذه المدينة. واذا عدنا يعني إلى الوراء، إذا عدنا 70 سنة إلى الوراء ونحن يعني 70 سنة على قرار التقسيم من العام 1947، قرار التقسيم تحدث أيضا عن مدينة القدس تحت عملية رعاية دولية، ومن ثم يعني جاء يعني ما بعد إقامة يعني دولة إسرائيل هنالك إجماع أممي ودولي أن ضم القدس في العام 67 الى اسرائيل جاء يعني مخالف لكل يعني معايير النظام الدولي بهذا الصدد. فبالتالي نحن امام اولا موقف يعارض القانون الدولي بهذا الجانب، ثانيا امام موقف يعارض الاجماع الدولي حول الموضوع، وثالثا وهو يعني الاهم هذا يعني سيغير للمرة الاولى من يعني السياسة الامريكية التي كانت يعني متبعة طوال السنوات والتي تعترف فيها أن القدس الشرقية هي جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة، هي يعني العاصمة للدولة الفلسطينية التي ستقوم. ومثل هذا التغيير برأيي سيعبر عن تراجع كبير في يعني موقف الولايات المتحدة كما قلت بما يناقض مواقف الشرعية الدولية حول مكانة القدس وحول يعني الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 67 بما في ذلك طبعا القدس الشرقية. يعني دكتور جبارين، بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب يعني قال أنه من خلال هاي الخطوة هو يريد أن يعلن بشكل رسمي على أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل.
يعني القدس يعني كما تحدث بشكل واضح، العالم لم يعترف أبدا بهذه العاصمة، ونحن نعرف أن عواصم الدول موجودة في تل أبيب، وهذه وضعية يعني إسرائيل تميزت بها بهذا الجانب. طبعا تميزت على الجانب السلبي، بمعنى أن دول العالم لم تعترف يعني بقرار إسرائيل بأن تكون القدس هي العاصمة، على العكس تماما، يعني دول العالم بدون تقريبا استثناء الآن تؤكد مرارا وتكرارا أن القدس الشرقية عام 67 هي منطقة محتلة ضمها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وأنها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة. أنا يعني قبل يعني فترة، قبل أسابيع قليلة، كنت قد تكاتبت مثلا مع السفير البريطاني في إسرائيل بمناسبة مئوية ولفر، وسألته عن يعني ما هو طرح بريطانيا لقضية إقامة الدولة الفلسطينية ولمكانة القدس، والسفير البريطاني عاد وأكد أنهم في يعني من وجهة نظرهم، وهي في رأيي يعني من وجهة نظر دولية أيضا، فإن القدس هي يعني ستكون عاصمة مشتركة للدولتين، وهي ليست يعني عاصمة لإسرائيل. دكتور، فبالتالي خطورة يعني هذا الموقف الأمريكي كما قلت أنه عمليا ينسلخ عن الموقف التاريخي للعالم تجاه يعني عدم قانونية ضم القدس الشرقية وعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. دكتور، يعني بسيادة الرئيس محمود عباس، سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قام بإجراء اتصالات مع مجموعة من الزعماء بما فيهم الرئيس الفرنسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان هناك تعهد من قبل هؤلاء الزعماء على أنه هالخطوة لن تخرج إلى حيز التنفيذ. السؤال، لأي مدى برأيك هذه الـ يعني الادعاءات من هؤلاء الزعماء ستردع دونالد ترامب عن هذه الخطوة؟ نعم، بداية لا شك أن يعني القيادة الفلسطينية تقف على خطورة مثل هذه الخطوة، وفعلا يعني الرئيس الفلسطيني في يعني اليومين الأخيرين يعني يقوم بجهود كبيرة من أجل محاولة يعني صد مثل هذا القرار ومنع إخراجه إلى حيز التنفيذ، كما شرحت بسبب خطورته يعني على الصعيد المنطقة، على الصعيد الحقوق الفلسطينية، وعلى الصعيد الدولي. أريد أن أوضح يعني فادي أن هنالك قرار يعني في الكونغرس الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، والرئيس الأمريكي يعني طوال السنوات قام بتأجيل تنفيذ هذا القرار بحسب الصلاحيات الممنوحة له. فلذلك الآن الحديث هل يعني سيتخذ الرئيس الأمريكي الجديد ترامب المعروف يعني بمواقفه المساندة لإسرائيل، هل سيلتزم بما يعني قام به الرؤساء الأمريكيون من قبله بتأجيل تنفيذ مثل هذا القرار، أم للمرة الأولى يعني في تاريخ الرئاسة الأمريكية سيتم تنفيذ هذا القرار؟ السؤال هو إلى أي مدى سيكون الضغط الدولي ضغط كافي على الولايات المتحدة. أنا يعني شعوري هو أن يعني الإدارة الأمريكية يعني ستفهم بالفترة القصيرة المتبقية لتنفيذ مثل هذا القرار خطورة مثل هذا القرار وإسقاطاته يعني الخطيرة على المنطقة، على حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا كيف أنه يتحدى الإرادة الدولية، يتحدى الأمم المتحدة، يتحدى دول العالم، برأيي يتحدى أيضا قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص. يعني لا يوجد أي دولة ولا هيئة دولية اعترفت باحتلال عام 67 بما في ذلك طبعا القدس الشرقية، والآن ترامب لا يستطيع برأيي يعني أن يأتي بهذه العنجهية والاستعلائية ليس فقط على الفلسطينيين بل على العالم كله، وأن يقوم بتنفيذ مثل هذه الخطوة. يعني تعتقد دكتور، يعني تحدثنا عن التأجيل اللي حدث يعني من الزعماء الأمريكيين السابقين، تعتقد أنه زيارة دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا إلى إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية ساهمت ب يعني تسريع اتخاذ هذا القرار، أو ساهمت بأنه التفكير ولو مجرد التفكير باتخاذ هذا القرار؟ يعني هي في اعتقادي يعني ليس فقط الزيارة، الزيارة برأيي كما يبدو يعني لا شك أنها قربت أكثر من وجهات النظر يعني الإسرائيلية الأمريكية، خاصة وأنه لم يعرض
أي برنامج سلام ولم يصرح بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية، وإنما عمليا صرح على ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل وإلى آخره من هذه التصريحات. ولكن يعني في الصورة العامة نحن نعرف أن يعني هنالك شخصيات مركزية في الإدارة الأمريكية من المستشارين السياسيين لترامب، هي شخصيات تحمل فعلا يعني أفكار ذات يعني أقول ذات طابع صهيوني من ناحية نظرتها إلى يعني الصراع في المنطقة، ومن ناحية نظرتها إلى فرص الحل. ونحن لم نسمع من ترامب يعني طوال السنة التي الآن هو فيها في الإدارة الأمريكية تصريح جدي، يعني كما عهدنا من قبل مثلا في عهد أوباما حول حق الفلسطينيين بدولة مستقلة بحدود 67 بما في ذلك القدس. ويبدو أن الآن يعني هنالك من يريد أن ينفذ أيضا هذه التصريحات وأن لا يكتفي يعني فقط بالحديث عن دعم إسرائيل. أنا أقول لك بالنسبة يعني لأي مراقب، نحن نعرف أن الولايات المتحدة لم تكن أبدا يعني وسيطا عادلا ومنصفا بين الفلسطينيين وإسرائيل. الولايات المتحدة كانت دائما إلى الجانب الإسرائيلي، دعمت إسرائيل عسكريا واقتصاديا، ولكنها على الأقل يعني خجلت أمام الرأي العام الدولي من أن تقف ضد هذا الرأي العام، ومن يعني أن تدعم ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ومن أن يعني تنقل السفارة لهناك. هل فقدت أمريكا هذا الخجل الآن في عهد ترامب؟ يعني من الممكن ذلك، كان هنالك شعور ب يعني الثقة بالنفس وشعور ب يعني النوع من العنجهية يعطيهم القوة الآن للوقوف أمام كل الرأي الدولي. ولكن ما زلت أقول أن إذا فعلا تم يعني تفعيل ضغط دولي جدي من الدول العالم، بما في ذلك الدول التي ذكرتها فرنسا وتركيا وأيضا تركيا، طبعا لا نقلل من أهمية أن يعني يقوم العالم العربي أيضا يعني بضغوطات من طرفه إذا فعلا يعني أراد أن يضغط. كل ذلك يجب أن يكون يعني في موازين القوى التي من المفروض أن تغير على أمل هذا الرأي الأمريكي، وأن تمنع طبعا ترامب من تحقيق ذلك، لنبقى متفائلين أن يعني الإرادة الدولية هي التي ستنتصر في نهاية المطاف، والأمريكي ترامب لن يستطيع فعلا أن ينفذ مثل هذا يعني الوعد الذي أعطاه للإسرائيليين. على أمل دكتور يوسف جبارين نائب في كنيسة الإسرائيلية عن القائمة العربية المشتركة، شكرا جزيلا لهذه المداخلة، ونحن بطبيعة الحال سنتابع هذا الملف وهذه القضية في جميع برامجنا يعني لنحتلن مشاهدينا بحيثيات هذا الملف. إلى موضوع آخر وهو موضوع رئيسي لهذا المساء في شو بالبلد، سنتحدث عن اليوم العالمي لدعم أصحاب الإعاقات اللي صادف يوم أمس الثالث من كانون الأول، وطبعا هناك كان مجموعة من الاحتفالات بأماكن مختلفة لأصحاب الاحتياجات الخاصة لوضع أنفسهم وحقوقهم على الأجندة وإثباتهم لكل أفراد المجتمع على أنهم يكون قدرات تختلف عن كل فرد في هذا المجتمع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع اسمحوا لي أرحب بضيفتي لهذا المساء رولا أبو رعد، أهلا وسهلا فيك رولا. ورولا طبعا دائما هيك نشطة ومبادرة لكل ما يتعلق بشأن أصحاب الاحتياجات الخاصة، أهلا وسهلا برولا. وراح تكون أيضا معنا سيدي أريج أبو ليل، أهلا وسهلا فيك أريج، معلمة لغة الإشارات، اليوم راح ترافقينا أيضا مترجمة لغة الإشارات عفوا لمساعدة رولا على الحديث. رولا يعني الثالث من كانون الأول هو اليوم العالمي لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وسنويا تقيم مجموعة من الاحتفالات والتجمعات، رسالة هاي الاحتفالات والتجمعات شو هي رولا؟ يعني في عندنا رسالة واضحة أنهم هم يتقابلون كأشخاص طبيعيين، يعني انه ما يحطوش على اعاقتنا معاكين مش معاكين، انه متقابلونا كاشياء موجود في المجتمع. مثلا اليوم كنت في الطيبة في ساعات الصبح في عملت محاضرة في المدرسة، انا اعرفهم من شخص الأصم كيف يتواصلوا معاه، كيف يتعاملوا معاه، كيف يتقابلوا، كيف يشجعوا، كيف يدعموا، انه هذا اشي طبيعي
يعني فش حد ظلم يتمسخروا على ظلم حتى نعدوا يعني بلا انا بحاول بس الفكره المهم متساويين صح انه عندهم اعاقه بس بحكي لهم حتى انهم متساويين زين زي غيرهم. اليوم يعني في دوله اسرائيل رولا يعني من اشهر عديده نشهد حراك متعلق باصحاب الاحتياجات الخاصه مطالبين بحقوق ماديه ومعنويه واجتماعيه. لاي مدى انت متابعه لهذا الملف يعني ملف اصحاب الاحتياجات الخاصه مقابل الدوله؟ كثير يعني في اشياء كثير بشوفها يعني بقدرش احط عدد معين يعني انه في كثير اشياء يعني في نسبه يعني لا بس الحلو لهم حقوقهم لهم مكانهم لهم دعمهم في المجتمع لهم يعني زي كل يوم تروا تطوروا اكثر من قبل من قبل ما كنتش المجتمع متقبل فكره انه في شخص معك عندهم في قلب البيت في قلب البيت فاليوم بتقابل الاسر بشكل كبير بشكل واسع في رحابه فهذا الاشي كثير يعني بسعد بالمناسبات والندوات اللي تقيموها اليوم هل في هناك مشاركه فعاله من الاشخاص اللي ما عندهم احتياجات خاصه يعني بيجوا ليسمعوا شو عندكم تحكوا؟ عادي في يعني المشاركات في طبعا الحلوة اللي بعتنا مجال اشارك انه في مترجمين وهذول المترجمين يفتحوا لنا الابواب نفهم شو بحكوا شو بقدموا فعاليات شو بغنوا المترجمين برضه كثير مهم لنا لانه مرات بكون يعني زي اللي بنشوفها في البدايه بنشوفها لقدام زي المفتاح يعني بفك الصعوبات اللي بيننا وبينكم انه هذا شيء يعني بس احنا لفته انسانيه بس الحلو فيهم انهم بشجعونا نطلع من البيت احتفالات مشاركات نشارك في المجتمع فهم طبعا بيكونوا حلقه وصل كبيره ومهمه جدا بيننا وبين بيكونوا حاضرين في الفعاليات. حلو اريج ابو ليل اهلا وسهلا فيك. يعني تحدثت رولا عن اهميه وجودكم اليوم كمترجمين لغه الاشارات وبالاخص في حياه الاشخاص اللي يعانون من الصم والبكم. يمكن الموضوع مش كثير مالوف يعني لما بنحكي على شخص مترجم للغه الاشارات بيقول لك انه صعب مش سهل. احكي لنا شوي عن هذا العالم. عالم الصم بحبش اسميهم بكم. عالم الصم هو عالم كبير. عالم الصم هو عالم لازم تدخله عشان تفهمه. اليوم في مجتمعنا العربي في عدد كبير من الصم الصم بدناش نحكي بكم بدناش بكم بدناش نحكي بكم بدنا نحكي صم في كميه كبيره. انا بشتغل غير في الشمال كمان بشتغل في النقب في كمان هناك نسبة كبيرة. وجودهم في مجتمعنا العربي لازم يحفز الناس حتى تتعلم لغتهم حتى تدخل في الفئة هاي عشان تعرف حياتها تعرف كيف تتواصل معها. بعد ما تعاملتي مع هاي الشريحة من الأشخاص الأصماء تغيرت وجهة نظرك أو تغيرت فكرتك عن هؤلاء الأشخاص؟ كان عندك فكرة معينة لوين وصلت؟ طبعاً الأشخاص الصم الكل كانوا يفكرهن أو أنا قبل ما أتعلم لغة الإشارة كنت أفكرهن الناس صعب التواصل معهن. كنت أفكرهن الناس اللي مش ممكن بحياتي أفهم عليهن أو أي شخص تاني يفهم عليهن. بس بعد ما تعلمت لغة الإشارة حسيتها لغة صعبة إلى درجة ما بس ممكن نتعلمها إذا بيكون عندنا الإرادة أو القدرة أن نتعلمها. حلو. ومنعرف أنه لغة الإشارات هي لغات يعني اللغة العربية تختلف صحيح. عن العبرية تختلف عن صحيح. الإنجليزية. اللغة الأصعب أو اللغة الأسهل بين هاي اللغات شو هي؟ أنا اللي تعلمتها بصراحة اللغة الإسرائيلية. اللغة الإسرائيلية هي اللغة المشتركة بين العرب واليهود في إسرائيل. هذا الحلو في هاي اللغة وأنا تعلمتها بالذات لأجل هذا الشيء حلقة وصل أو تواصل بين المجتمع العربي واليهودي. لغة الإشارة هي اللغة الوحيدة المشتركة بيناتنا. حلو. ف يعني بالفعل الكل حتى بيحكي يعني الأصم العربي والأصم اليهودي اليوم بفهموا بعض. حتى لو ما كانت العربية بتعرفش لغة عبرية أو اليهودي بيعرفش لغة عربية فلغة الإشارة ممكن تكون حلقة تواصل بيناتهم. حلو. رولا قديش أخذ معك وقت لتدرسي لغة الإشارات لتصيري تتعاملي بهاي اللغة؟ لغة الإشارات لغة الأم عنده. أولا ما كنت أتعرفها بشكل كبير لحد 20 سنة لأن كنت أتعلم في مدارس عادية وكان وضعي ممتاز بس لما خطبت فجد شخص أسم ففش في لغة التواصل بيننا طب أنا شو بدي أعمل فتعلمت في تل أبيب 3 سنين وبعدها كملت في شمعاء كمان سنة ف
احتفظت بشكل كبير. شفتها قريب على اكثر يعني من الحكي، صرت اتواصل مع اصحاب جوز مع قرايب اللي عندهم مشاكل في السمع. ففي نفس الوقت كنت مدفعت على السم، فانا بدي اوسع بشكل اكبر. اشتغلت في كثير مع اشتغلت في جمعيات كثير، تعلمت كثير يعني، صرت معلمة التربية للسم، معلمة التقسيم النملة اللي بسمعهم، بعمل محاضرات كيف اتعامل مع الشخص الاسم، كيف اتعرف عليه. حاليا بتعلم دورة فخار لان حابه افتح المجال للسم، انه بقدر انا بقدر اتعلم، انت بتقدر تتعلم، انه مش لانك شخص اسم معناه تقدر تتعلم، لا نفتح المجال. يعني بفكر اليوم نحن نتحدث عن اصحاب احتياجات خاصه، ولكن انت اكبر دليل رولا انه فعلا لما بنحكي عن اصحاب احتياجات خاصه احنا عن جد مش عم نحكي على اشخاص اللي هن محدودين، مش عم نحكي على اشخاص اللي هن مسكرين على حالهم منغلقين، عم بيكون في هيك نهضه كثير حلوه والاشخاص عم بينهضوا بكثير تفاصيل مميزه. هذا الاشي فايده بتاني سعد مهمه بتاني بتعرف مشان تكون مجال بتعرف تفتح الباب قدامهم. بقدرش اشوف شخص اسم قعدت في الدار انه بقدرش يعمل هيك او بس لا 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 اطلع اتعلم. فيش مشكله، فيش صعوبات، فيش صعوبات، فيش بكون معكم مترجم بكون حلقه الوصل بينك وبين الاستاذ. حلو، يعني بجرب انا بقول لكم بنفع امشوا. حلو، احنا عم نشوفك هون. يعني اذا ذكرتي انه واحدة من يعني الامور اللي بتمارسيها حضرتك تعليم القيادي او سياق نظري، وهون انت عم بتدرسي اشخاص اللي هن اصماء. على فكرة هذول الصبايا أخذنا الطرة من أول مرة، وإنه صبايا من مسعدة، فش بس إن الموجودات هناك. كنت أصحى من الساعة 6 الصباح أكون في مسعدة الساعة 10، أقعد معهم ساعتين. المشكلة إن أنا بعرف لغة الإشارات بشكل كبير، فبتجاوز صعوبات كيف بدي أفهمهم، كيف بدي أعطيهم فاميليار على اليمين على الشمال على الدوار. شفت تحدي إن بس نجح الخالط معناها فش صعوبات عنده. فمسكتهم علمتهم شجعتهم شفت انجازات، قلت لهم يلا اعملوا امتحانكم او خاص. فكان معهم مترجم، فالمترجم بيكون حلقه الوس البان وبين اللي بعمل الامتحان. شو بيختلف؟ هنا ما اخذنا رخصه، انا كثير حسيت ان الفرحه مش وسعتنا. انت عم تحكي لسه متأثر كثير عن جد، يعني انا حاسس عليك قد ايه متأثر. بتحسي انك عملتي انجاز معين رولا؟ عملت طريقة برضو، بنات طريقة جديدة عشان بنات طريقة انه عقلن تفتح بشكل اكبر، انه بقدرن تطلع عن لحالن مع صاحباتن، بقدرن نروحن على مطعم، انه مش لازم تضلن في كلب البيت خلاص. فيش بيت يعني، في البيت بدكم تناموا وتاكلوا بس. شجعناهم. في كثير عم بيحكوا لي، عم بيحكي لي بالكنترول انه في كثير اشخاص عم بيسالوا انه انت عم تطلعي علي وفي كثير اشياء عم تفهميها مني بدون ما تستعيني بأريج. شو هاي المهاره اللي عندك رولا؟ لا يعني شو يعني بدي اقول يعني قولي عن طريق الشفايف بفهم، عن طريق تعبير الوجه. تقراي شفاء؟ انا بدل ما انا بسمعش انا وتربيت في بيت دعمني بشكل كبير انه افهم شو بنحكي، طلع علي شو بحكي. ما كنت استعمل لغه الاشارات في الدار. بنفس الشيء مع الاولاد، نتواصل عن طريق الشفايف، بحكي معنا عادي مثل ما انت بتحكي معها. اي شخص الجيران صاحبات يعني كثير اصحاب بسمعه برضه بتواصل معهم عن طريق الشفايف، بكون وجههم واضح، بحكوا شوي شوي. أريج اسهل عليك تتعاملي مع اشخاص زي رولا، يعني اللي بيقوموا بقراءه الشفاء، بقراءه تعابير الوجه، بسهل عليك اليوم؟ اكيد اسهل، اكيد اسهل. بس انا اليوم كمترجمه كمان بشتغل مع الناس اللي بالمره بيستعملوش هاي الطريقه، هذا الاسلوب، مع انه اغلبهم اليوم الصم والبكم الاغلب بيقراوا الشفايف، لانه مش كلهن بس الاغلب بيقراوا الشفاه، وهذا كثير بسهل. حلو حلو. كيف بدي احكي لرولا بلغه الاشارات انه احنا كثير بنحبها؟ رولا هو بدي احكي لك بلغه الاشاره انه هو كثير بيحبك، كثير بحبك. الله يسعدك رولا. تعال فوت شوي لعالم يعني القيادي لدى الاشخاص اللي عندهم صم. كمان بفكر انه كثير اشخاص عم بيحضرونا هسه عم بتسائلوا انه شخص عنده مشاكل في السمع، لاي مدى بامكانه انه
يكون صاحي على الشارع، يعرف شو عم بدور حواليه، يسمع مين عم بزمر له، يسمع مين ضرب بريك، يسمع يعني كمان القيادة بدها سمع، يعني احنا بحاجة لحاسة السمع. معروف انه في الشارع ممنوع الزمر، حلتيها لما بركزوا لما بسوقوا هم اللي بركزوا على الواحد على النظر اكثر من السمع. طول وقت مسكر بطلع على المرايه يعني تبعد فيهم بدل ما تطلع، بس الزمر ما بقدرش حد يزبط سمعتهم تقول لهم متضايق مثلا امشي لك قدام او روح عندهم طبعا ما فهموها سهله مش صعبه. اما مثلا انا لما بسوق السياره ندمر بدل ما ركز على المرايه او اذا انا معي كسر ورا او في البلد، بس الاكثر لما حد بيقول لك قدام انا بعرف انه في مشكله يا بتبعدها يا بتسرعها. بس احنا بمجتمعنا العربي بتعرفي احنا كثير بنحب الزمور، كثير بنستمتع واحنا نزمر يعني وكانه عندنا هوايه لازم نزمر بكل محل. مزبوط يعني مزبوط. كيف تتعاملي بالناصري بام الفحم بعين ماهل؟ كيف طب انا بزمر برضه انا بزمر برضه انا بزمر هم بلبس السماعات بحط الشوات بسمع الاصوات مش 100% طبعا في 80% في كثير اليوم فشوى شخص اصلا بحط السماعات انا بعمل شكلك عن مش زي زمان اليوم التطور بشكل اكبر حد زمار يعني بسمع صوت الزمور بس مش بشكل كبير بشكل بسيط. يعني انت بتقولي انه اليوم الاعتماد في القياده هو على حاسه يعني على النظر، على حاسه النظر ومش السمع. بدلوا نظر لما حاسه السمع عندهم مش واضحه بركزوا على النظر يعني بالمسافه يعني هم متعودين على نظرهم وهذا اللي كثير بسهل امورهم. اليوم كثير بنشوف اعلانات حول دراسه يعني القياده بشكل نظري انه يومين تعال وبتاخذ التيوريا وبتاخذ النجاح، ثلاث ايام او يوم او 24 ساعه. قد ايه بيستغرق عند الاشخاص الاصماء تعليم القياده النظريه وقت؟ لحد 4 لقاءات كل لقاء بيكون ساعتين زمان، في مرات بيكون اقل في مرات اكثر حسب كيف بيستوعبها. في منهم مره واحد بروح بقدم امتحان، في منهم مرتين حسب كيف بشوفهم جاهزين خلاص بوقف بقدم على الامتحان. في عندنا مجموعه اشارات محضرينهن الشباب، اذا بينفع هيك نشوف صورهن لتشرح لنا اكثر عنهن رولا كمان بلغه الاشارات، هيك نجرب نعمل درس قيادي نظريه على الهواء لاشخاص اللي لا بدنا صور الاشارات اللي موجودين معنا. اوكي بعد شوي راح يطلعوا. اليوم اكيد عندك رساله رولا لكل شخص اللي عنده يمكن اعاقه، عنده احتياج خاص، قاعد في بيته منزوي منطوي على نفسه، كيف بدك تحكي له انه لا لازم يطلع لسوق العمل، لازم يطلع يعمل مشاريع، لازم يثبت وجوده في المجتمع؟ على كل اللي بده يكون مدرب كلمتين مش اكثر في كتم بده كل الاهالي انهم تقابلوا الشخص للاسف في الدار وتقابلوا تعرفت لغه الاشارات معهم، لانه في كثير اهل بخلوا اولادهم يستعملوا تعرفت الاشارات انه مثلا بعيب مش حلو مش ملاح، هي الطريقه اللي بتوصلوا فيها مع بعض هذا حقهم. يعني بتامل ان نظره المجتمع تتغير، ممكن مش فيني في 100% بس تتغير. انا بصراحه يعني مش عارف كيف بدي احكيها مش عارف كيف بدي اسيتها، بس بتامل انه نظره المجتمع تتغير بالنسبه للشخص الاصم انه مش اتراس ولا اخراس، هو اصم طبيعته، بس تقابلوهم ادعموهم اعطوهم مجالات. اليوم حضرتك متزوجه من شخص اصم وعندك ثلاث اولاد، ثلاث صبيان صحيح؟ ابنائك كمان عندهم مشاكل في السمع؟ لا فيش عندي مشاكل، احنا مش وراثي. انا لما انولدت يعني بسمع طبيعي، بس صار عندي مشاكل في الحسبه الالمانيه واثرت على السمع. جوزي انولد بسمعش. فلا هم بسمعوه عادي، بس بتواصلوا معي عن طريق الحكي، بتواصلوا معي عن طريق لغه الاشارات. حلو. السؤال الاخير اليوم لأريج اليوم في كثير اشخاص اللي عندهم مشاكل سمع ونطق ولكن ما بيعرفوش يتقنوا لغه الاشارات. صحيح. يعني السؤال كيف بالامكان التواصل معهم هؤلاء الاشخاص؟
بصراحة بحكي لك إياها، لغة الإشارة هي لغة بيتعلموها بنطاق المدرسة، وهي صعبة مش سهلة يعني. صحيح، هي لغة جدا صعبة، نطاق المدرسة، نطاق المكان، المجتمع الموجود فيه، الشخص اللي لازم يستخدم اللغة. بس في ناس اللي بيستخدموش لغة الإشارة، وكنا أنا ورولا نحكي عن الموضوع برا، إنه في أشخاص صحيح صم بس بيستعملوش لغة الإشارة لأنه بيعرفوهاش، بتعلموهاش، بيطلعوش خارج أطر بيوتهم، أو يمكن ما راحوش على مدارس يتعلموا. فلغة الإشارة ممكن نتعلمها. أول إشي لغة الإشارة الكل ممكن يتعلمها لأنها لغة جدا سهلة. العين بنحكي عنها عين، والأنف بنحكي عنه أنف، والفم بنحكي عنه فم، الأذن بنحكي عنها أذن، والإيد بنحكي عنها إيد. هي إشارات ممكن يعني سميت لغة إشارة لأنه منأشر على الأشياء. بس وفي كلمة يعني، في مثلا كلمات، في كلمات اللي صحيح اللي بس أنت يعني يعني كشخص اللي دارس اللغة ممكن تفهميها، ممكن صحيح مزبوط تتعاملي معها. يعني في أحيانا يعني إشارات بالإيدين أو تفاصيل بالإيدين أو حركات بالإيدين اللي إلها معاني يعني. مزبوط. بس إذا بترجع للإشارة اللي بحكي لك، إشارة كلمة معينة إذا بتدقق فيها راح تلاحظ إنها إلها علاقة حتى بالكلمة يعني. حلو حلو أريج، أنا بدأ أشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية، وعلى أمل فعلا أنه نشهد أكثر وأكثر شباب وصبايا بمجتمعنا اللي يلجأوا لتعلم لغة الإشارات، لأنه بإمكانهم يفيدوا شريحة كبيرة من صحيح. الأشخاص. رولا، أنا كمان بدأ أشكرك جزيل الشكر. كل يوم أصحاب إعاقات أو احتياجات خاصة وأنتم بخير، وعلى أمل أنه تتحقق كل أمنياتكم وكل مطالبكم، ودائما تضعوا أنفسكم بأفضل الأماكن. شكرا جزيلا رولا أبو رعد، شكرا جزيلا أريج أبو ليل، شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية، وكل عام وأنتم بخير مع اقتراب الأعياد المجيدة. شكرا لحضوركم. وفعلا كان هذا الحوار مع رولا وأريج حول اليوم العالمي لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ولمسنا أنه مهما كان هناك احتياج خاص لدى الشخص، مش مفروض انه يستسلم، مش مفروض انه يسلم بالامر الواقع، بل عليه انه يشتغل، عليه انه يخرط نفسه في هذا المجتمع من اجل انه يحقق ذاته ويحقق مطالبه مهما كانت، وما في مستحيل. واكبر مثال اليوم رولا. حاليا رح نطلع على فاصل، وبعد الفاصل رح ينضم لنا الفنان النجم اياد طنوس، لاول مره بشو بالبلد، رح نتحدث معاه بكتير تفاصيل، رح نتعرف على جديده، رح نحاول نحركش إذا سمح لنا إياد. بعد الفاصل استنوا إياد النص بحوار خاص شو بالبلد، خليكم معنا. ورجعنا لنتابع المشوار على الهواء مباشرة، مكملين. كنا نشرب مي بالفاصل، تمام، يعني مش مصيبة ولا كارثة. مكملين على الهواء مباشرة للعشرة، ومثل ما وعدتكم بهذا الجزء انضم لنا الفنان الفلسطيني اللي ملوع كتير صبايا. وإذا بدي أسأله كم صبية عم تحضروا اليوم على الهواء مباشرة؟ إياد طنوس، مساء الخير إياد. مساء الخير حبيبي، استنيناك كتير، وهي أول مرة بتطل معانا بشوب البلد. كم صبية عم تستناك اليوم تحضرك؟ لا على فكرة إياد حدا كتير خجول، يعني إياد بتشوفوه بنط على المسرح وبكليبات وكذا، بس إياد حدا خجول، صح إياد؟ صح. ليه؟ عارف الصفة، يمكن عاطلة يمكن منيحة، يعني كل هال ما شاء الله عليك أول إشي عن جد، هالفعاليات اللي بتعملها وهالنجاحات المتتالية ما قوتكاش، ما اعطتكاش أكتر؟ بلا، أنا لما بلشت أغني بالأول كنت أستحي، حتى كنت أستحي أعير الصوت بالأول، بس على المسرح شيء ثاني، بس بالواقع أنا بندم خجول. صحيح إياد، يمكن كتار سألوك بهذا السؤال، يمكن صار بالنسبة لك سؤال روتيني، قضية النجاح الملفت يلي حضرتك حققته، يعني خرجت من برنامج مواهب مع مجموعة من الشباب والصبايا، واليوم حضرتك الأبرز نشاط، الأبرز أعمال، يمكن الأنشط كمان. سؤال، شو الخلطة السحرية عن جد اللي كانت هناك؟ طلع الخلطة، أول إشي القبول من ربنا والمحبة من ربنا. أنا اشتغلت وتعبت كثير، بعدين لما طلعت من البرنامج نيو ستار، مع إني ما كنتش الأول، بس اشتغلت وعملت أعمال أكثر من عمل شخصي، الفيديو كليبات والأغاني الخاصة، هذا يعني عرفني على الناس أكثر، الناس حبتني من الفيديو كليبات مش بس من البرنامج. هذا أحد الأسباب اللي يمكن برزت أكثر من غيري
بالفترة اللي حضرتك يعني انطلقت كانت انتاجاتك على حسابك الشخصي يعني لحد اليوم لحد اليوم لا بس انا بحكي بالفترة هذيك كان في خوف كان في يعني خطورة بانك تنتج عمل تدفع كتير مصاري من اجل انك تطلق عمل وكتار قالوا شو عم بعمل طلع احكي لك صراحة بالبدايات لما كنت اعمل اعمال خاصة على حسابي بتصدقش انا كنت اصل لوضع اني معيش اخلص حق العمل بالبدايات كنت احرم حالي من كثير شغلات عشان اعمل اغاني خاصه لانه ما كانش يعني ما كنتش اشتغل شغل ثاني شغلي بس الحفلات وبدي اصل وبدي اعمل وبدي كان كله على حسابي الشخصي اليوم في ناس اللي بتدعمني ماديا او بتنتج معي بس كمان انا بشترك معهن خوف زي ما بتحكي انت لانه احنا زي ما بتعرف فيش يعني قليل جدا عندنا المجالات مش كثير المجالات محدوده ومحصوره جدا أيست وعملت وأمنت في حالي وأمنت في الشيء اللي عم بعمله والحمد لله حقق نجاحات السؤال شو الجديد اللي جابوا إياد طنوس في مجموعة من الفنانين الشباب الفلسطينيين اليوم كلهن أكيد عندهن أصوات جميلة وعندهن مواهب ملفتة بس إياد جاب إشي جديد إياد جاب لون جديد نكهة جديدة يمكن الهوية أخذت هوية لإلي يعني غير عن كل أوكي أنا بالإعراس بغني والحفلات بغني أغاني اللي هي الأغاني المعهودة نعرف بس أخذت لإلي هوية ولون تاني اللي أنا لون الأغاني الخاصة اللي لون الرومانسي لون الحزين اللي كان معدوم عندنا في بلادنا فأنا عملت وكترت منه وهذا اللي إشي البارز كان فيه أكتر بيقولوا أنه اليوم إياد طنوس بيهدد بمكان أو بآخر مكانة نجوم اللي سبقوه بسنوات يعني بالساحة الفنية إن كان من خلال عدد الحفلات إن كان من خلال عدد الإنتاجات إن كان من خلال الفيديو كليبات وحتى الحفلات خارج البلاد يعني مزبوط بتهدد مكانة هالكبار اللي سبقوك مش بهدد طلع احنا عايشين بعصر السرعه واليوم الناس بدها شيء جديد وانا عملت زي ما قلت لك شغلات جديده اغاني خاصه جديده اللي عرفتني بصوره ثانيه للناس عن المطربين اللي سبقوني بس كمان مش بحبش اقول بهدد انه انا بشوفش حالي بهدد ما غني زي الكل يمكن شوي انا نشيط اكثر من او عملت شغلات بعمري اللي يمكن هني ما عملوش هاي الاعمال بعمري ما يعني ما عملوهاش بفتره زمنيه فعلا. واليوم زي ما بتعرف احنا في الانترنت وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي شبكات التواصل اللي ما كانتش زمان كانت معدوم اليوم الناس تسهل تتعرف عليك اسرع فعلا. من الزمن تبعهن بس النجوم اللي عندنا انا بكنن كل الاحترام وكلهن يعني بالنسبه لي واحد توجهت يعني بانطلاقتك يعني ببدايتك الفنيه توجهت لاشخاص يمكن اللي سبقوك اخذت استشارات اخذت استفسارات سالت شو الناقص شو اللي اذا بعمله يمكن ينجح اكثر من غيره ولا كنت تعمل اشياء من راسك من افكارك لا مش سالت انا من صغري بغني طبعا بس من يمكن اخذت اغلاط غيري شفت اغلاط غيري وصلحتها يعني اختصرت طريقها حالي متاعب اللي يمكن هني مرقوا فيها والشغلات اللي كانت ناقصة عملتها وأنا متابع الكل لليوم متابع الكل اللي بيعمل غناي اليوم واللي صار له عمر يغني متابع الكل بشوف الكل فبتعلم من كل واحد مين بلفتك اليوم يعني لما بتشوف على سبيل المثال خلينا نحكي عن الأشخاص يعني الكبار يعني الكبار طبعا بالمسير الفني لما تشوف زهير فرانسيس شو بتتعلم منه أول إشي بوجه له تحية لفنان زهير فرانسيس وبكن له كل الاحترام وزهير فرانسيس فنان لامع وفنان مجتهد ونشيط وأول إشي ببارك له كمان على الكونسرتات اللي عملها لذكرى ملحم بركات صحيح وعنده آخر كونسرت بستة 12 ببارك له وكثير بحترمه بقدره شو بتتعلم من زهير لما بتشوف زهير بتعلم من زهير النشاط والمثابرة وعدم منو تستسلم لأنه قد ما يطلع مطربين جداد وعم بيضلوا شغال وعم بيعمل كل شيء جديد من وسام حبيب شو بتتعلم إياد؟ وسام صاحبي وبحبه لوسام وسام صراحة أنا يعني من قبل ما أبلش أغني كنت من المتابعين لوسام كثير بحبه بحب طريقة غنائه بالحفلات بحب الشو تبعه على المسرح من الفنان الكبير مصطفى دحلي شو ممكن تأخذ شو ممكن تتعلم مصطفى دحلي أول إشي بالنسبة لي أنا من واحد من أجمل أهم وأجمل أصوات في العالم كله مش بس في بلادنا صحيح
صوت قدير، شو ما تحكي عنه يعني احنا هالقد حده. من الشباب يعني شباب جيلك اليوم كمان في مجموعه مطربين لا باس فيهن يعني طبعا، وما شاء الله عن جد عم بيكون في عنا نهضه حلوه يعني المطربين الشباب. مين بلفتك؟ لمين بتحب تسمع؟ لمين بتطرب؟ وعن جد الصراحة الكل، ما فيش هذا جواب دبلوماسي. لا عن جد بحكي لك، انا بحكي لك بكل تواضع. بدك انا اسمي لك؟ لا مش عم سمي عادي، بس لا عن جد انا يعني متابع الكل واصحاب مع الكل. لمين بتطرب اياد؟ يعني لمين اليوم اذا عمل حفلة فنان من نجوم الشباب بتقول بدي اروح اشتري تيكت واحضر لاني بطرب له؟ طلع مش عاد بحكي الكل، مش عم بحكي لك جواب سياسي، عن جد انه انا بحكي لك انه انا الكل واصحاب معي الكل ومتابع الكل والكل بيعجبوني. ليه بيقولوا انه كتار من الفنانين بحاولوا هيك بالعربي العام يحطوا اجر لإياد طنوس، بحاولوا يبحبشوا وراء إياد طنوس، بحاولوا يخربوا على إياد طنوس، وبتسمعها هاي كتير؟ بسمع اكيد، وواجهت كتير مشاكل بداياتي ولليوم بواجه مشاكل. بس شو بدي اقول لك يعني، في ربنا والحامي وربنا الموفق. لما بتقول اصحاب مع الكل وبحب الكل، وانت عارف انه في اشخاص عن جد هي مش اشخاص اللي بتتمنى الخير لإياد طنوس. ما انا طلع كل انسان كيف جاي من بيت اهله، كيف انس كل انسان شو متربي، هاي عن نوايا ربنا هو اللي اول شيء شو ما يعملوا مشيئه ربنا دائما هي الاقوى دائما. حلو، خلينا هيك نطلع من هذا الجو شوي، خلينا نسمع منك شيء لانه بعد في كمان كثير اسئله هيك رح نفوت فيها. بدي تسمعنا اغنيه موال اي شيء؟ يلا اذا من جديدك كمان بنحب نسمع جديد. يلا سمعك الاغنيه رح تنزل يلا عشان نحكي عنها كمان. يلا ما في أمل نرجع مثل الأول، قلبي تعب ما عاد يتحمل، جرحتي لقلبي يا عفكرة، والقلب أكتر من مرة بالجرح ما بيقبل، بالجرح ما بيقبل. عندك نقص اسمه جفا، هيدا الجفا اللي توفى، واللي ما بيوفي صعب يرجع يتأمن عقلب، حلو بقى يخجل، حلو بقى يخجل. صوت يسلم الصوت. عندك ناقص هالأغنية يلي قريبا جدا أيام أيام هيك بتفصلنا عن إن انطلاقها من كلمات شاعر تميم أردوكوش. تميم عم بعمل هيتس كتير حلوة بالفترة الأخيرة عن جد يعني، بس الخير تميم، وأنت عن جد شخص رائع وعم تشتغل كتير صح، وكنت مش من زمان عنا، الله يوفقك عن جد. تميم أول شيء بوجه له تحية، وأنا تميم صديقي من سنين قبل ما نتعامل مع بعض، وهي مش أول أغنية على فكرة، في إحنا قلنا في أغنية راح تنزل بالربيع إن شاء الله جاهزة، كلمات إلها معنى، يعني بكتب لك شعر بس إله معنى، في يعني اليوم عم تسمع كتير أغاني اللي فيش مضمون، يعني بعت الأغنية أنا بس بعت لي أول ما قريت الكلمات قلت له أوكي، يعني أقل من شهر كنا مخلصين الأغنية. شاطر طموح، بيتنزلش وبيستسلمش، دائما عنده جديد. والحلو انه اليوم كل اغنيات تميم عم تعمل نجاحات حلوه، مع نانسي حوا عمل نجاح، مع زهير فرنسيس عمل نجاح، مع نجم عطله، مع جيانا غنطوس، وهي مع اياد طنوس. عن جد اليوم لما بيجي مطرب بيقول انا بدي اتعامل مع هذا الكاتب او مع هذا الملحن، على شو بتطلع اليوم المطرب؟ اول شيء يكون انسان مريح، اول شغله انسان مريح، ثاني شيء يكون هو قريب منك، يعني انت اليوم لما بدك تغني اغنيه مش بدك تغنيها وخلص انه بدك ترمي اغنيه بالسوق، لا بدك تعمل اغنيه بدك تكون عايشها، بدك تكون الكاتب عايشها، بدك يكون الملحن عايش الاغنيه، والموزع عشان يكون عمل ناجح لازم يكون مجموعه اللي عاملين الاغنيه مجموعه عايشين الاغنيه. هو كثير انسان شاطر وكثير انسان حساس كمان. الاغنيات الخاصه اليوم اياد كمان هي مش كثير دارجه عندنا، يمكن بالكم سنه الاخيره بلشوا فنانين يلتجئوا للاعمال الخاصه، كل الوقت كان في تجديد لاغنيات لفنانين من العالم العربي، كنت من الاوائل عن جد اللي عملوا اغنيات خاصه بهاي يعني بهاي الوتيره بشكل سريع، يعني اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه، وبنعرف انه الاغنيات حقها كثير مصاري طبعا. بتحكي لي عن الموضوع عن جد، وقديش اليوم بتفكر قبل ما تشتري اغنيه، بتفكر بالتبعيات الماديه بالاخص انه ما في جهات منتجه؟ صح. ايه طلع انا يمكن تعال نقول بحبش اقولها بس تعال نقول انه انا يمكن او واحد من اكثر الشباب الجداد اللي عملوا اغاني خاصه وفيديو كليبات
حطيت كثير مصاري وبتندمش ولا شيء ولازم اكثر بعد. انا بالسنه بعمل مينيموم بعمل اغنيتين صحيح، يمكن يكون واحدة فيديو كليب يمكن تكون تنتين فيديو كليب. الاشي مكلف بس محبة الجمهور، وبحكي لك صدقا محبة الجمهور لما الناس تطلب منك الأغنية بالحفلة أو بعرس أو تشوف ولد صغير عم بيغني أغنيتك، هاي أحسن من كل المصاري. صح إنه كمان بدك اللي بدك الماديات اللي أنت دفعتها ترجعها، يمكن عم نرجعها بحفلاتنا أو بالأعراس أو بالشرك الرنات نغمات الانتظار من خلال الإعلانات التجارية. عم نرجع قسم بسيط مش اللي دفعناه، بس فيش طريقة تانية، هذا هيك إحنا هون عنا ببلادنا، يعني ما فيش قنوات اللي تشتري منك الأغنية تمثلك إياها. اليوم في كتير شباب من مجتمعنا الفلسطيني عم بيلتجؤوا إلى برامج الهواء، يعني وانطلقوا من هناك مجموعة من الشباب وأصحاب المواهب يعني الجميلة جدا. بديش أسألك إذا مستعد تروح على برنامج هواء، ولكن اليوم إياد طنوس بعد هذا الأسوم وبعد هاي النجومية بالبلاد مستعد يكون هاوي يرجع ببرنامج عربي كهاوي كموهبة؟ أكيد لا، بس بقول لك إني أنا فكرت بالبرامج زمان، من قبل ما يعني أعمل اللي عملته، من قبل ما أصل عدد الحفلات اللي عندي، وبفترة قبل 4 سنين فكرت بالعرب أيدول، بس اللي مسكني واللي ما قدرتش أروح اللي هو التزاماتي مع الناس وعرض الحفلات اللي بقدرش يعني اتخلى عنه واطلع لانه انا ملزم مع ناس. ففضلت اني اضلني بشغلي هنا وبحفلاتي وببلادي، ومن هنا انطلق باغاني الخاصه، مآمن انه في يوم من الايامات راح اغاني الخاصه اللي اعملها راح تاخذني للمحل اللي انا بدي اياه والمحل اللي شايفه اليوم الفكره راح. بس انا بنصح بالعرب ايدول ببرامج الهواة لانه بتقلل عليك كثير مشوار 7 سنين انا مشيته، بقلل عليك ببرنامج اللي هو شهرين ثلاثه، ب7 سنين انا عملتهن بشهرين ثلاثه. اياد بزعجك انه اليوم التعامل بيكون مع الفنان اللي اجانا من عرب ايدل او من ذا فويس او من اي برنامج هو بيكون مختلف عن الفنان اللي ما طلع بهاي البرامج، يعني وكانه هيك بنحاول نعطيه اكثر، بنحاول نقيمه حتى ماديا اكثر، بنشوفه نجم اهم بالرغم انه يمكن عمر نجوميته شهرين او ثلاثه. طلع مش بزعجني، اول شيء احنا كمان الفنانين اللي هون عندنا ما شاء الله يعني كتار والكل مجتهدين وبحق لنا، بس هي مش ازعاج، هو انه يعني قول انا من جداد، بس في ناس اللي صار لها سنين قبلي يعني بعمري صار لهم يغنوا هون، بتلاقي اذا واحد كان ببرنامج شهر شهرين ثلاثه بيعملوا اكثر من اللي صار له سنين. يعني قول انا بنعد الزمن تبعي قليل نسبة. بس كمان بزعجك لأنك أنت شخص اللي كتير اشتغل على حاله وكتير اشتغل على مسيرته من أجل أنه يكون هون. بدك صراحة أنا ما عن جد ما بزعجنيش، أنا بالعكس أنا كنت مع الكل وكنت دعمت أنت الكل. شخص دبلوماسي عشان لا أنا مش هوا ولا عشان عن جد صدقا والله العظيم ولا أنت اللي بيعرفوني بيعرفوا إن أنا بحكيك عم بحكيك صدقا، مش عم بمثل ولا عم مش عم بتجامل. لا مش عم بجامل أنا. بعدين أنا أصحاب مع كل اللي كانوا وكل لحد اليوم أصحاب معهن. وفي عندك أغنية ملحنة من العرب آيدل يعقوب شاهين، أغنية قديمة هي قصتها الأغنية تقولي ما بحبك. هي الصراحة الأغنية هي أنا كنت بالاستوديو ببيت لحم عم بسجل الأغنية دي، يعني سمعوني إياها بصوت يعقوب قالوا لي إنه هي ألحانه، قلت لهم بدي الأغنية، قال لا الأغنية إله ألحانه، قلت لهم لا بدي إياها احكوا معه، كان بعده مش فات على برنامج العرب آيدل، فرفعوا له تليفون قالوا له إنه كذا كذا يدد الأغنية، قال لي اوكي واخذت الاغنيه وسجلتها. مقطع للاغنيه؟ طبعا يلا اكيد. ونوجه تحيه تحيه ليعقوب طبعا حبيبي محبوب العرب يعقوب. لا تقولي ما بحبك تقسي علي بقلبك، تعرفي انا من غيرك ما في يكون، كيف بقوة على بعضك كيف بيبقى انا من بعدك، لا تروحي انت دخلك عليك هيك بهون. يعطيك العافية. مين طلعت احلى من اياد ولا من يعقوب؟ من اياد. صراحة انا حبيتها بصوتي، يعني سمعتها ودغري يعني قلت لي بدي الاغنية على المحل، انه
يعوب صوت واحساس وكمان اللحن كثير بجنن. حلو، بما انه عم نحكي على يعقوب شاهين ابن بيت لحم، لك حصه كبيره في بيت لحم اياد، ومتواجد بشكل مكثف هناك، حفلات حفلات واعراس. هسه عندنا بالكريسماس كمان حفلات الميلاد وراس السنه. شو بيميز بيت لحم وهيك يمكن الحفلات اللي هناك عن غيرها من الاماكن؟ اللي بيميز بيت لحم لانه هي مدينه السلام ومدينه الميلاد، فالاجواء حلوه كثير هناك، والناس اللي هناك بعدها يعني ابسط من الناس اللي ابسط من الشمال. ابسط من الشمال صراحه. وحفلات حلوه، الحفلات عندنا كمان حلوه، بس هناك خلص بتحس حالك بجو العيد اكثر. وكنت باكثر من دوله اوروبيه كمان، هناك احيت حفلات للجاليات الفلسطينيه والعربيه. السنه كنت بمالمو بالسويد. بالسويد السنه. وعندي بالفالنتاين سنة الجاي بشهر 2 كمان في السويد، بستوكولم، اما مش مالمو، بالسويد. وكنت كنت ببوخارست برومانيا، وكنت بكندا وطبعا بالاردن. قديه متعطش الجمهور الفلسطيني المغترب للفنان الفلسطيني، للصوت الفلسطيني، للفن الفلسطيني؟ كثير، مش بس الجاليات الفلسطينيه. يعني بتحس لما المطرب الفلسطيني يكون يغني بحفله باوروبا او بامريكا او بكندا، بيكون من كل الجاليات العربيه غير عن باقي الفنانين. يعني بيجوا متعطشين للفن تبعنا، للاغاني تبعتنا، لانه احنا المطربين عندنا بيجيدوا كل الالوان مش بس لون واحد. صحيح، وبيحبوا اللون الفلسطيني كثير، الوان بلاد الشام طبعا. يعني وعندك كمان اليوم متابعين ومعجبين من كل مكان في العالم، يعني عبر السوشيال ميديا طبعاً. وانت نشيط جدا في السوشيال ميديا، بس كتار بيقولوا انه اياد اوفر على السوشيال ميديا، اياد ببالغ، يعني ما فيش حاجه اشوف كل تفاصيل حياه اياد، بالرغم من انه كتار بيقولوا لا، عشان انت تكون شخص فعال لازم تشارك كل تفاصيل حياتك. سؤال، انت كيف بتشوف؟ طلع انا من بداياتي لحد اليوم دائما بزيد على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى السناب شات وعلى البيج تبع الشخصي، وبالعكس بالعكس شيء ايجابي. لازم انك انت لازم الناس تعرف عنك شغلات، ولازم الناس تشوف في شغلات الناس بتحبها، في شغلات الناس بتحبهاش. الناس مش بس بتحبك تشوفك تغني، انت كمان الناس تحب تشوفك تحكي او قاعد بمحل او 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 شغلات كلها بتساعد. اليوم بايش مطالب اليوم حضرتك، مش الفنان بشكل عام، يعني اليوم المتابعين شو بحبوا يشوفوا عند اياد؟ هل بحبوا يشوفوا حياته الشخصيه؟ بحبوا يشوفوا اياد لما يكون في الجيم مثلا؟ بحبوا يشوفوه لما يكون بكواليس حفلاته؟ لا، هو اكثر يعني حسب عدد الفيوز دائما بتشوف اللي هي بالحفلات الكبيره، حفلات الاعياد او المهرجانات او بالاعراس. انا مش دائما بصور الاعراس بالحفلات بتلف يعني على الفيسبوك او كذا، بتقنيات لانه في شايف لا لانه كمان في شخصيات، يعني في ناس كمان في اشياء خاصه بالعرس ما ينفعش تحطها. صحيح، حفلات، مقابلات، اغاني خاصه، فيديو كليبات، صور. حلو، وابرز هيك اكثر اشخاص من دول عربيه من وين عندك؟ كثير من لبنان. لبنان عندي على البيتش من لبنان. في تعاملاتك تواصلت مع اشخاص ملحنين؟ طبعا، انا عندي اخر اغنيه عملتها اسمك على الهويه، الحان احمد العقاد ومحمد نكوزي، شباب من صيدا من لبنان. عملت اغنيتين عندي انا، ولسه في كمان اغنيه ان شاء الله سنه الجايه راح تنزل. وين تم التسجيل؟ التسجيل تم هنا، صوتي سجلته هنا وبعته على لبنان وزعوها، واغنية سجلتها هون كمان. يعني بس الحاني وكلماتهم. اسمك على الهوية اغنية بسرعة قياسية جدا، صرت كل عرس تفوت عليه تسمعها، بكل مناسبة تفوت عليها تسمعها، وكنت ذكي جدا طبعاً باختيار طبعاً. هذا الفكرة كانت لمين انك تختار اغنية متعلقة بالاعراس؟ الصراحة هي فكرتي، لانه بتعرف احنا بنغني اعراس زي ما بتعرف، فدائما قلت اقول انه انا بغني اغاني، يعني بغني الاعراس، يعني بغني اغنيه المطرب كذا كذا كذا، انه لازم يكون عندي اغنيه لإلي، الناس تطلبها مني. فقلت بدي اعمل اغنيه، بعثوا لي الكلمات واللحن، كثير حبيتها وعملت الاغنيه، فصورت فيديو كليب كمان لعريس وعروس اللي هن كان عرسن بعد. نعم، نشوف الفيديو كليب. عرس صديقي فؤاد ورشا. مبروك يا عرسان. فصورناها يعني زي انه هن العرسان، وبعد بجمعتين كان عرسن. فتفاجأت من بالحفلات صارت يطلبوها مني بالاعراس، وكمان الدي جي بنشتغلوا عليها كثير بالسينما. خلينا نطلع عليها ملان ونسمعها مع صوت جورج. عروستنا نبع الحلا، زينت الابيض بالجمال،
ننزل كرمالك صار اسمك على الهوية. ومبروك بالمناسبة لكل العرسان اللي دخلوا هيك قفص بسموه الذهبي بعام 2017. وفعلا أغنية كانت اختيار صائب جدا. شكرا. إياد بالكريسماس ورأس السنة وين راح تكون؟ بيت لحم ب 24 25 بالمصري، ورأس السنة بيت لحم، وواحد واحد السنة الجديدة ب شوف عامر. حلو. ب 2018 اكيد في كثير مشاريع، في كثير عن شو حابب تكشف هيك مع نهايه هذا العام؟ اكيد حفلات عندي زي ما قلت لك بالسويد، وعندي بكندا وعندي اغنيتين، اغنيه راح تكون مع علي حسون بابلي تولز، كمان تكلمات تميم، واغاني اكيد. حلو. انا بدي اتمنى لك كل النجاح يا إياد. شكرا جزيلا على حضورك، كل عام وانت بخير بمناسبه اقتراب الاعياد المجيدة، وان شاء الله عام 2018 بيكون هيك حافل بالنجاحات مثل 2017. شكرا على حضورك، واحنا بانتظار اغنيه عندك نقص هذا العمل الجديد بالايام القريبه. شكرا إياد تنوس، يعطيك الف عافيه. وهيك بنكون وصلنا الى ختام حلقه اخرى من شو بالبلد، تحدثنا بمواضيع مهمه جدا اليوم. ما تنسوا تتابعونا تابعوا كل تفاصيل قناة مستوى الفضائية عبر صفحاتنا المختلفة بالسوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر، عبر التطبيق بالأب ستور والأندرويد، عبر قناتنا الرسمية في يوتيوب، وموقعنا عبر الإنترنت musawachannel.com. هناك بتشوفوا كل الحلقات المسجلة. موعدنا بتجدد يوم الخميس المقبل بنفس الزمان ونفس المكان، ولكن المواضيع بطبيعة الحال تتجدد. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية فادي صغيري. إلى اللقاء.